الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قضية النهاردة اللي هكلمكم عنها هي قضية هي جنحة ضرب مرفق بها تقرير طبي. هقول لكم نظرتي أو قراءتي وليس القراءة العامة اللي تمت في هذه القضية بالتحديد عشان نقدر نشوف النتيجة اللي احنا وصلنا لها ايه من خلال الإجراءات اللي انا اتبعتها او الخطوات اللي انا اتبعتها. اول حاجة القضية كان فيها تقرير طبي زي ما قلت لحضراتكم في البداية ومحضر الشرطة. اول حاجة بنعملها بيتم الاطلاع على محضر الشرطة ويتم قراءة المحضر اكتر من مرة عشان نقدر نحدد الاقوال اللي وردت في المحضر عشان لما نيجي بعد كده ندفع بالدفع الجوهري اللي انا دايما بقول ودايما بعول ان لا يجوز تلقين هذا الدفع الى زملائنا المحامين الجدد اللي ما زالوا في مرحلة التدريب بهذه الشكلية، ولكن يجب ان يتم شرح الدفع بصورة موضوعية او بطريقة موضوعية حتى يتمكن من الوقوف على حقيقة هذا الدفع. ما ينفعش ان انا اقول للمحامي مجرد ما اعرف ان في تقرير طبي متقدم في جنح الضرب، ما ينفعش ان انا اقول له ادفع مباشرة بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني. هذا الدفع لا يجوز الا في حالات معينة، في حالة وجود تناقض فعلا موجود ظاهر ما بين اوراق المحضر والاقوال اللي تم الادلاء بها من المبلغ وبين الدليل الفني وهو التقرير الطبي المرفق بالاوراق مع المحضر. اول حاجة تم الاطلاع على المحضر، القضية كانت من واحدة ست، المبلغة كانت ست، مش هنقول اسماء حفاظا على الخصوصية، بتدعي ان شخص اخر اعتدى عليها، وان في محضر الشرطة بتقول، خلينا نمشي خطوة خطوة، في محضر الشرطة بتقول انه اعتدى عليها بالضرب، ولما بيسألها محرر المحضر ضربك ازاي، قالت انه ضربني بايده، ما ذكرتش اكتر من كده. وكان من الواضح من قراءتنا للمحضر ان تم تحرير التقرير الطبي ثم تم تحرير المحضر، وده ما كانش فيه، وكمان المحضر ما ذكر لناش مناظرة. المفروض اللي بيحرر المحضر بيعمل مناظرة، بيشوف الشخص اللي جاي يبلغ ده بيقول ان احنا وجدنا فيه اصابات كذا وكذا وبيذكرها في المحضر، خلى المحضر من هذه المناظرة. بعد قراءتنا للتقرير تبين ان من خلال اقوالها او خلاصة ما تم في المحضر ان في شخص اعتدى عليها بالضرب وضربها بايده واعتدى عليها بالسب والقصف. انتقلت الى التقرير عشان اشوف ايه اللي تم في التقرير الطبي. لقيت ان التقرير الطبي بيقول بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري على المذكورة تبين وجود كدمة بالشفة العلوية من الداخل ووجود سحجة باليد ولا توجد اي اصابات اخرى ظاهرية. المفروض ان التقرير الطبي بشكل عام عشان نبقى متفقين يذكر لي نوع الآلة المحدثة للإصابة. خدوا بالكم ده دفع جوهري جدا، وهو ده اللي المفروض نتمسك بيه والمفروض ان احنا نشرحه ونوضحه بشكل مفسر اكتر. المفروض ان التقرير الطبي عشان يبقى في شكله السليم القانوني ان محرر التقرير، الطبيب اللي حرر التقرير الطبي، يذكر لنا الجرح ده او الإصابة اللي موجودة دي ايه الآلة اللي محدثة ليها، او بيقول ان يمكن احداثه بكذا. يعني اذا كان جرح قطعي هو الوحيد اللي بيقدر يحدد، كدكتور متخصص بيحدد نوع الجرح، بيقول ان الجرح ده جرح قطعي ولا يمكن احداثه الا بآلة حادة لانه الجرح قطعي. انا شارح هتلاقولي في كتاب اسمه التقارير الطبية من منظور الجنائي، ده اخر كتاب انا عملته، تناولت فيه هذه الامور بالتفصيل. يبقى المفروض ان التقرير الطبي بيقول الآلة او سبب الإصابة، ايه اللي احدث هذه الإصابة، والمفروض انه بيسأل المبلغ بيقول له ما هو الادعاء، يعني انت شايف ايه اللي حصل، بتقول له المفروض ان الدكتور موقع الكشف الطبي بيسأل الشخص اللي رايح يطلب تقرير طبي وبيتم توقيع الكشف عليه بيقول له ايه ادعائك، ايه اللي حصل، فهو بيقول ضربني بكذا، بيتم تسجيله
في التقرير الطبي، يبقى المفروض ان هو بيتم تسجيل الادعاء ولا يتقيد بهذا الادعاء. يعني الادعاء قد يكون كاذب وقد يكون صادق. وخدوا بالكم دي نقطة يعني تحتاج شرح طويل، ولكن مش عايز اطول عليكم، عايز اخد النقاط الرئيسية في قضية النهاردة، وهي قضية ضرب جنح الضرب مع وجود تقرير طبي. بعد قراءتي للمحضر بدأت أقرأ التقرير الطبي زي ما قلت لكم بالشكل اللي أنا قلته ده، بالطريقة اللي أنا قلتها، هل فعلا ذكر لي الآلة اللي ممكن تحدثه ولا لا، هل ذكر الادعاء ولا لا، دي كلها نقاط لابد اتخاذها ولابد ان انا اتكلم فيها وانا بترافع، ودي النقاط الجوهرية اللي انا اذكرها وانا بتكلم ان في تناقض ما بين البلاغ اللي هو البلاغ اللي ذكره او اللي ذكره الادعاء الشخص اللي تم تقديم الادعاء، وبين الدليل الفني، تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني. طيب، تم تحديد جلسة، وكانت الجلسة بتاريخ 9/2 بالتحديد 9/2/2020 قبل ما يتم تعليق العمل في الفترة الأخيرة. وبدأت أشرح أول ما اتكلمت فيها، اتكلمت بشكل عام أولا عن الكدمة، إيه المقصود بالكدمة، وكنت واخد معايا كتب للطب الشرعي عشان أوضح المقصود بالكدمة، والطب حدد أو أساتذة الطب الشرعي حددوا الكدمة عبارة عن إيه. الكدمة عبارة عن تهتك تحت الجلد، تهتك في الأنسجة الداخلية تحت الجلد، يعني مفيش جرح، ده المقصود بالكدمة. وبتحدث بعد كده لون أزرق أو أي لون تاني، بتاخد أكتر من لون على حسب مرور الوقت على إحداث هذه الكدمة. طيب، يبقى الدفع الأول كان إن إحنا بدأنا نشرح الأول قبل ما نقول تفاصيل تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني. أنا عايز الأول أعرض إيه المقصود بالكدمة، وأسيب الدايرة نفسها هي اللي تتساءل هل فعلا يمكن إحداث هذه الإصابة بهذه الكيفية مقارنة بهذه الأقوال اللي تم الإدلاء بيها من قبل المبلغ ولا لا. وضحت يعني إيه كدمة، وخدوا بالكم إحنا بنتكلم في إن المبلغة هي واحدة ست. هتقول لي تفرق؟ أكيد تفرق، تفرق في الاعتداء، لأن لما تكون الإصابة وقع أو الاعتداء وقع على ست، الأنسجة بطبيعتها لدى السيدات أنسجة رخوية قابلة للتهتك بسرعة شديدة أكثر مقارنة بالرجال. فالضربة أو الإصابة اللي ممكن تقع على شخص من الذكور، نفس الإصابة بنفس القوة ممكن تحدث جرح أخطر وأعمق لو وقعت على سيدة، على أنثى. تمام؟ طيب، بعد ما شرحنا الكلام ده كله، شرحنا يعني إيه كدمة، وإن الكدمة هي تهتك تحت الجلد، تهتك تحت الجلد. طيب، المبلغة بتقول إن الكدمة وجود كدمة، المحضر آسف بيقول وجود كدمة في الشفة العلوية من الداخل. طيب، الشفة العلوية من الداخل مع مقارنتها بالكلام اللي اتقال، هي بتقول ضربني بإيده، ضربني بإيده، يعني هل يتصور ضربة الإيد تكون لكمة؟ طيب، لو هي فعلا لكمة، والكلام اللي أنا بقول لكم ده اللي تم الإدلاء بيه أو دم تمت المرافعة بهذه الآلية وبهذا الشرح المفصل، وعايز أقول لكم إن الدايرة سابت الموضوع الأساسي وبدأت تسأل، وبدأت تسأل في حاجات تانية متعلقة بالتقرير الطبي، وخاصة بعد ما أظهرت لهم إن أنا عامل دراسات عليا في الطب الشرعي، وإني ليا مؤلف متخصص في التقارير الطبية. بعد ما انتهينا من توضيح الكدمة عبارة عن إيه؟ هل الإيد أو ضربة الإيد أيا كانت شكلها هتحدث كدمة لو هي وقعت من رجل على ست؟ يعني لما راجل هيضرب واحدة ست هيحدث كدمة بس من الشفة العلوية من الداخل؟ أكيد هيكون جرح أعمق من كده وجرح أخطر من كده، وخاصة إن الشفة العلوية مباشرة تحت منها على طول الأسنان، يعني في تحتها جسم صلب، يعني أكيد هيؤدي إلى تهتك وإلى جروح رضية وليس إلى كدمات. دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية بتقول إن في سحجات في اليد. خدوا بالكم، سحجة في اليد لازم الأول أعرف يعني إيه سحجة. السحجة هي احتكاك الجسم أو احتكاك الجلد الخارجي بجسم صلب، فيحدث هذه الخربيش اللي احنا بنشوفها وبنطلق عليها خربوش، لما شخص يتم مثلا دفعه بقوة على جسم صلب فجسمه يصطدم بهذا الجسم الصلب فتحصل عملية الاحتكاك أو الكحت فينتج عنها هذا الجرح، يسمى سحجة. أو في حالة السقوط على الأرض أو الأرصفة ويتم جر الجسم على الرصيف فيحدث هذه الخربيش أو الخطوط اللي انتوا بتشوفوها، خطوط طولية أو عرضية في اتجاه وتكون واخدة اتجاه الجر أو اتجاه الحك. ده بالنسبة للسحجات. طيب، هل يتصور ان ضربة اليد تحدث سحجة في اليد؟
يعني حاول. انا بطرح ودايما بقول ان انا يعني دايما بقول كده يا سيادة الرئيس، انا بطرح التساؤل على نفسي وعلى الهيئة الموقرة، اذا كانت السحجة بهذا الشكل، واذا كان وصف السحجة من الناحية الطبية وخبراء الطب الشرعي وخبراء الاطباء المتخصصين وصفوا الكدمة ووصفوا السحجة ووصفوا انواع الجروح بهذا الشكل، فهل يمكن انزال هذه الاقوال على ما تم تقديمه في التقرير الطبي مقارنة بهذه الأقوال؟ أنا بطرح التساؤل على نفسي وعلى الهيئة الموقرة، ومن هنا بقى بتيجي التساؤلات اللي هو يبدأ يتشكك، وده فعلا كان واقع إن هو كان ادعاء كاذب، يعني الشخص ما كانش فيه بينه أي علاقة، وده مش موضوعنا يعني اللي عايزين نوصل له، إن إحنا كيفية قراءة ملف قضية أو جنحة الضرب المرفق بها تقرير طبي. هنمشي بنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها، وعايز اقول لكم ان كل القضايا التقرير الطبي مش كلها واحد، ما خدش الدفع التناقض وادفع بيه من غير ما اشوف او من غير ما اطلع، لا، كل قضية ليها اليتها وليها خصوصيتها، كل قضية ليها الالية الخاصة بيها اللي هترافع بيها واتكلم بيها. المهم احنا دفعنا بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني، وشرحنا هذا التناقض ووضحناه تماما، ويومها خدنا الحكم في المواجهة بالبراءة وانتهت القضية، وإن شاء الله هنزل لكم صورة من المذكرة مع الفيديو للزملاء اللي حابين يستفيدوا أكتر، وشكرا، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية في موضوعات تانية أو استكمالا، لأن الموضوع يطول شرحه من ناحية التقارير الطبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.